الآن طرحت مجموعة مقترحات، أن تريدون حل وطني نروح للحل الوطني، تريدون حل عربي نروح للحل العربي، تريدون حل إسلامي نروح للحل الإسلامي، تريدون حل عالمي نروح للحل العالمي. أيا من هذه الحلول اللي تريدون تشكل لجنة لحل موضوع كركوك بشكل سريع دون فرض أشياء على الأرض ثم تصبح أمر واقع، احنا قابلين به. هذا الدستور يا أخي العزيز أنت تعرف كيف كتب ومن كتبه وفي أي فترة كتب ومن كان يحكم العراق عندما كتب، والمواضيع الأخرى أيضا موضوع ما يحصل في كركوك وما حصل قبل حصل في ظروف احتلال. إذا تريدون تبقون متعايشين مع أخوانكم العرب بالطريقة اللي احنا نتمناها واللي نتمنى أنه أنتم تتمنوها، تعالوا لحل المنطق وحل العقل دون موضوع الأمر الواقع. ما يحصل احنا نشوف بشكل صريح وواضح، ولا تزعلون علينا، احنا ايضا يهمونا ويهمونا اخواننا العرب الموجودين بكركوك. احنا نشوف بشكل صريح وواضح انكم تجلبون عوائل بشكل مستمر الى كركوك لغرض زيادة نسبة الاكراد في كركوك، ثم تجرون استفتاء بعد ان تستكملوا هذه الاعداد لكي تقولوا ان كركوك كردية، ثم تضموا كركوك الى اقليم كردستان، ثم يحدث الانفصال بعد ذلك. هذا هو المخطط الواضح لكل العراقيين. اللي يريد ينفصل ينفصل من الآن، اللي يريد يبقى بالعراق العراق يضم الجميع، وكنا للعراق والعراق قلب واسع للجميع، للكردي وللعربي وللتركماني. طيب، للإسلامي لنسمع ما يقوله الأستاذ عبد السلام.